طريقة الحصول على نسخة من مايكروسوفت أوفيس 365 بشكل مجاني تماما، ألا وهي النسخة المنزلية أو الهوم إديشن. في فيديو النهاردة هنشرح طريقة الحصول على النسخة المجانية من مايكروسوفت أوفيس 365، وكمان هنوضح بعض الفروقات بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة، وبكده أنت هتقدر تقرر بنفسك هل النسخة المجانية كافية لتغطية كل متطلباتك أم هتذهب مع الخيار الآخر وهو الاشتراك في الخدمة أو الشراء. في الإصدار المجاني من مايكروسوفت أوفيس أنت هيتوجب عليك بشكل أساسي استخدام كل برامج الأوفيس زي الوورد، الإكسل، الباوربوينت، بشكل أساسي هتستخدمهم على الويب، والنسخة دي تسمى ويب أبليكيشن، وأكيد طبعا لازم تكون متصل بالإنترنت، وهنوضح الكلام ده بالتفصيل. ولكن خلينا في الأول نشوف طريقة الحصول على النسخة المجانية. طريقة الحصول على النسخة المجانية، كل ما عليك هو هتفتح أي متصفح إنترنت عندك على الجهاز، ويفضل يكون متصفح من منتجات مايكروسوفت، يعني الانترنت اكسبلورر او الايدج، تمام؟ وهقول لك ليه في النهايه، يعني في الاخر هقول لك ليه يفضل متصفح من متصفحات مايكروسوفت. طبعا يعني ده ما يمنعش انك تستخدم كروم او اي متصفح اخر. هتفتح المتصفح وهتروح على العنوان وهتكتب www.office.com فقط لا غير. هيفتح المتصفح معاك او الموقع بالشكل اللي انت شايفه ده. على اليسار هتلاقي مكتوب لك مرحبا بك في أوفيس، وبعد كده تسجيل الدخول لو انت بالفعل عندك حساب على الأوفيس. لو انت كنت عملت حساب هتعمل تسجيل دخول على طول، تمام؟ لو اول مرة وهتعمل الحساب المجاني فهتضغط على التسجيل للحصول على الإصدار المجاني من أوفيس. بس خلينا ناخد لمحة عن مميزات الإصدار ده وإيه الموجود فيه. لو نزلت تحت شوية هتلاقي هنا مديلك يعني الأنواع المختلفة من نسخ الأوفيس. في عندك نسخة اللي هي الهوم اللي للمنزل أو للمؤسسات أو للمعلمين. طيب إحنا في النسخة بتاعتنا اللي هي الهوم أو للمنزل، بيقولك إن ده إصدار مجاني أو إصدار متميز لقد قام أوفيس بتغطيته، تمام؟ هيحصل الجميع على التخزين على السحابة، بمعنى إن أنت هيكون عندك ون درايف مساحة تخزين أونلاين تقدر تخزن فيها كل ملفاتك. وكمان مديلك ايه التطبيقات الاساسية الموجودة، في عندك وورد وفي عندك اكسل ون نوت باوربوينت وكمان الوان درايف اللي هي التخزين المجاني او التخزين الاونلاين، تمام؟ وفي كمان عندك ابليكيشن اللي هو بروتكت يور فاميلي اونلاين، ده هتقدر تنزله وتستخدمه ممكن مع اسرتك. هتنزل تحت شوية هتلاقي ان هو هنا بيقولك ان انت تقدر تعمل يعني تنشئ ملفات وتعمل لها مشاركة مع أصدقائك أو عائلتك. كمان ممكن تخزن أونلاين ملفاتك، ومديلك 5 جيجا بايت فقط. طبعا دي عشان النسخة المجانية، هيديلك وان درايف 5 جيجا فقط، تمام؟ الوان تيرا دي للنسخة المدفوعة. كمان هنا بيقولك ان انت تقدر تشارك كل الملفات دي مع أصدقائك. وهنا البرنامج اللي احنا بنقول عليه الفاميلي سيفتي اللي هو ممكن تستخدمه وتنزله على الموبايل عشانك وعشان اولادك او اسرتك. طيب وهنا كمان بيقولك ان كل التطبيقات دي موجودة في مكان واحد في لوحة التحكم اللي احنا هنعملها. مجرد ما انت هتسجل وهتعمل حساب على النسخة المجانية هيكون عندك لوحة تحكم من خلالها تقدر تفتح كل الابليكيشن دي او كل البرامج دي من خلالها. طيب في النهاية بيقولك ان انت كل التطبيقات دي كمان ممكن تنزلها على هاتفك المحمول. طيب هنروح ونشوف طريقة التسجيل. هتضغط على التسجيل للحصول على الاصدار المجاني. هيطلب منك انشاء حساب جديد، تمام؟ لو انت عندك ايميل عايز تعمل الحساب ده بالايميل الخاص بيك، ان كان ايميلك مثلا جيميل او ياهو ايا يكن عايز تعمل بيه الحساب، ممكن تكتب ايميلك هنا على طول. او ما عندكش ايميل فانت هتضغط على الحصول على عنوان بريد الكتروني
جديد. تمام؟ هتختار طبعا هو هيكون at a at مثلا outlook.sa او outlook.com او hotmail.com. انا هختار اللي هي outlook.com. تمام؟ وهكتب اسم الايميل اللي هيكون معمول به الحساب، مثلا هعمله باسم القناة تكنو ستان مثلا 33. تمام؟ وهضغط على التالي. طيب هو هنا طبعا بيقول لي انشئ كلمة مرور، فأنا هعمل كلمة مرور، كل واحد هيعمل كلمة المرور الخاصة بي، وهتضغط على التالي. ملاحظة بس ان انت ممكن بدل ايميل ممكن تعمل كمان برقم الهاتف بتاعك. هنا بيطلب مني اعمل حفظ فهعمل له حفظ، يعني انت ممكن برقم الموبايل ممكن تعمل الحساب مش شرط ايميل. هنا اداني بازل، المفروض طبعا يحل، المفروض انك تحل البازل ده عشان يتأكد انك انت مش روبوت، فهنضغط على التالي. هيطلب منك، او بالنسبة لي انا، كل واحد طبعا هيكون الطلب مختلف، انا طلب مني اني اختار مربع بيكون فيه جسمين متطابقين. تمام؟ فهنبص في الصور وهنشوف مثلا اي صورة بيكون فيها جسمين متطابقين. تمام؟ مثلا اول واحدة عندي دي فيها جسمين متطابقين. تمام؟ طيب التانية والله هي احيانا بتكون يعني صعبة شوية، ولكن لازم طبعا من حلها. انا حتى الان مش شايف الصورة اللي هي بيكون فيها جسمين متطابقين، تقريبا ممكن تكون دي في واحد راكب سيكل والتاني مش عارف. طيب هنختارها كمان، هنختار للمرة الثالثة الصورة دي. تمام كده قبل البازل او حل البازل اللي انا عملته. تمام هنا بيطلب مني بعض المعلومات، ان انا اكتب اسمي. تكتب اسمك احمد مثلا، انا هكتب اسمي احمد حمدان. تمام وهعمل التالي. هنا بيطلب مني احفظ معلومات الدخول، مش كل مرة هكتب الايميل والباسورد، ممكن اعمل له نعم ويتم حفظهم، عشان بيكون مجرد ما افتح المتصفح يفتح معايا لوحة التحكم على طول. وبكده احنا نكون انشأنا حساب للأوفيس النسخة المجانية الهوم اديشن او النسخة المنزلية. تمام هيدي لك طبعا رسائل ترحيب في الاول، هنعديها. تمام كده انت عندك لوحة تحكم، لو ضغطت على النقاط دي هنا هيفتح لك، المفروض يكبر ال تمام لسه هو بيديني رسائل. طيب هنقفلها خالص، هنضغط عليهم تاني. طيب كده كل الابليكيشن او التطبيقات المتاحة ليا بشكل مجاني على لوحة التحكم. لوحة التحكم اللي انت شايفها ممكن تعملها طبعا ان هي بتثبتها عندك كفيفوريت مثلا على المتصفح، عشان كل مرة تروح عليها بدل ما تكتب www.office.com لا بتكون موجودة عندك في المتصفح على طول، وممكن تعمل لها اختصار على سطح المكتب لسرعة الوصول ليها. تمام انت عندك التطبيقات الموجودة الاوتلوك والوورد والاكسل والوان درايف وبرنامج التيمز. تمام وفي الباوربوينت، وفي كمان اللي قلنا عليه الفاميلي سيفتي، وفي كاليندر، في وان نوت كمان، يعني مجموعة من الابليكيشن، وكمان سكاي بي. تمام كل الابليكيشن دي انت بتستخدمها بشكل مجاني، ولكن زي ما ذكرنا ان هي بتكون من خلال الويب او من خلال المتصفح، لان دي نسخة ويب ابليكيشن. بتدي لك طبعا فيتشرز كتير، اللي هي المفروض الفيتشرز الاساسية اللي كانت اللي كنا بنستخدمها في نسخة الديسكتوب. تمام لكن طبعا مش كلها، فيها يعني فيها بعض الميزات مش موجودة في النسخة المجانية، ولكن يعني مقابل كده أنا بستخدم النسخة دي بشكل مجاني تماما بدون أي رسوم، وليها ميزات طبعا كتير. إن أنا كل ملف مثلا إن كان وورد إكسل أنا بعمل له إنشاء هنا، بيتم حفظه تلقائيا
في لوحة التحكم الخاصة بي، وأقدر أعمل له مشاركة مع ناس تانية، وأقدر أستخدمه أنا وشخص آخر، يعني في ملف مثلا ممكن أنا أستخدمه شخص تاني يستخدمه ونعدل عليه في نفس الوقت. فهي فيها مميزات كتيرة جدا، ولكن بعض الفيتشرز مش موجودة اللي هي بتكون موجودة في النسخة المدفوعة أو في نسخة سطح المكتب. تمام؟ طيب هنا في الشاشة الرئيسية الأخيرة دي بيدي لك كل المستندات الأخيرة اللي انت كنت بتستخدمها، أو المثبتة أو المستندات اللي انت عملت لها تثبيت عشان تكون موجودة دايما في المقدمة معك، أو المشاركة معي، الملفات اللي بيكون شخص عمل لها مشاركة معايا. تمام؟ طيب هنا على اليسار تثبيت دي للنسخة المدفوعة، يعني هنا هيطلب منك الانتقال إلى الإصدار المتميز عشان يعمل لك تثبيت وينزله عندك على سطح المكتب. طيب دلوقتي هنروح نشوف مثلا بعض الحاجات اللي هي المفروض مش موجودة في النسخة الأونلاين وموجودة في نسخة سطح المكتب. تمام، هنفتح مثلا الإكسل، هيفتح معايا من خلال المتصفح عادي جدا، وهتلاقيه طبعا بنفس الشكل بالنسبة لنسخة سطح المكتب أو الديسكتوب. تمام، زي ما انت شايف يعني نفس النسخة اللي عندك على الجهاز، هتلاقيه هي هنا طبعا بتكون يعني شبيهة لها تماما. يعني هتضغط على طبعا مستند جديد، وده هيكون شكل الإكسل الأونلاين، هو نفس القصة نفس الإصدار الديسكتوب. تمام؟ طيب انت ايه هي الحاجات اللي هي مش موجودة في النسخة الحالية اللي معانا على اللي هي الأونلاين؟ في عندك مثلا هذكر منها بعض الحاجات زي استيراد الملفات وتحويلها، يعني انا مثلا ما ينفعش اعمل استيراد لملفات CSV، تمام، او ملفات نصية او ملفات مثلا من قواعد البيانات. كمان عندك الاستعلامات ما بتكونش موجودة، في استعلامات مش موجودة. في كمان الماكروز والفي بي اي، يعني ما ينفعش استخدم الفي بي اي ان انا اكتب اكواد برمجية للاكسل عشان اعمل ابليكيشن اللي احنا بنستخدمها بعمل ابليكيشن من خلال او اعمل تطبيقات من خلال الاكسل. تمام، او الماكرو. طيب في كمان عندك في تاب اللي هو كان اسمه اوتوميت، مش هتلاقيه موجود في النسخة المجانية. وكمان انا بتكلم كل ده على تطبيق الاكسل، يعني العيوب دي موجودة في الاكسل الاونلاين ومقارنة بالنسخة الديسكتوب. تمام، يعني ما بتكلمش على كل الاوفيس المجاني، احنا بنتكلم على الاكسل النسخة، يعني برنامج الاكسل اللي موجود في النسخة المجانية. تمام، لان طبعا اغلب الناس بتستخدم الاكسل، فانا هذكر العيوب والمميزات الخاصه بالاكسل، يعني ابلكيشن واحد فقط من كل الابلكيشن الموجوده في النسخه المجانيه. كمان عندك ان الملفات الاكسل اللي هي محميه بكلمه مرور المجانيه لا تدعمها. تمام، يعني لو عندك ملف اكسل عليه كلمه مرور هنا ما بتدعمهوش. وكمان في ليميت او حد لحجم الملف، يعني تقريبا اكبر حجم هنا يتقبله 25 جيجا. تمام، يعني الملف 25 ميجا تقريبا، 25 ميجا ده اكبر حجم للملف هنا يتقبله. تمام، انت ممكن تجرب الموضوع ده بنفسك، انا مش متذكر بس ما اعتقدش 25 جيجا، لا هو 25 ميجا. تمام، ده اكبر حجم للملف هنا يتم قبوله على النسخة المجانية. تمام، طيب احنا خلينا نروح للصفحة الرئيسية الخاصة بالإكسل، هنقفله تاني وهنفتح الإكسل الصفحة الرئيسية الخاصة به، عشان عايز أذكر نقطة مهمة برضو بالنسبة للإكسل في النسخة المجانية. طيب في برضو مشكلة اللي هي ان انا مثلا لو عندي ملف موجود على الكمبيوتر ما ينفعش اعمل عليه تعديل من هنا، يعني بعض الناس هيسأل يقول لك ان النسخة دي اونلاين، ازاي انا عندي ملفات اكسل موجودة على الجهاز، ازاي اعمل عليها تعديل وازاي ان انا احفظها او ان انا يعني اغير فيها.
يتطلب منك الموضوع ان انت مثلا الملف اللي انت عايز تعدل عليه اكسل، فانت هتفتح الاكسل، هيفتح معاك الشاشة الرئيسية الخاصة بالاكسل، هتعمل تحميل للملف. تمام، هتفتح بالشكل ده هتعمل تحميل للملف الخاص بيك الاكسل، هيظهر معاك هنا في الاونلاين، وهي كمان هيتثبت معاك في الكنترول بانل او لوحة التحكم الخاصة بيك اونلاين، وتقدر تعمل عليه تعديل. دي كانت نقطة مهمة جدا يعني، وده طبعا ينطبق على الوورد وعلى الباوربوينت. تمام، طيب الميزات الاخرى، مثلا انت عندك اوتلوك، هو ادالك انبوكس او ايميل، انت كده ممكن تستخدمه في ارسال واستقبال الايميلات الخاصة بيك. كده عندك نسخة اوتلوك، يعني تقدر تستخدمها عادي خالص زيها زي ايميل، زي اي ايميل. تمام، طيب في كمان عندك البرنامج التيمز، واغلب الطلبة والمعلمين بيستخدموا برنامج التيمز، وكمان في البرزنتيشن الخاص بالشركات وكده. احنا كمان عايزين نذكر الوان درايف، هنعمل الوان درايف تاني اختيار. ده الوان درايف، الوان درايف انت هتقدر تخزن عليه كل ملفاتك، وتقدر تعمل سينكرونايز للملفات الموجودة اونلاين وموجودة طبعا عندك على الجهاز كلوكال فايل. تمام، تمام، هنا بيدي لك طبعا رسائل ترحيب وكده، وهنقفلها. طيب هنا دي كل الملفات الخاصة بيك. تمام، تقدر تنزل الوان درايف كابليكيشن او كتطبيق على جهاز الكمبيوتر، وتقدر تعمل له يعني سينكرونايز مع النسخة الاونلاين، وتقدر ان انت تحفظ ملفاتك فيه من خلال الوان درايف. انت تقدر تعمل داونلود لاي ملف موجود هنا، او تعمل ابلود لملف موجود على الجهاز هنا. تمام، يعني شايف انت ممكن تعمل تحميل من الكمبيوتر الى هنا، يعني ممكن عندك ملفات على الكمبيوتر ممكن تعمل لها تحميل هنا. تمام، طيب دي كانت بعض الميزات الموجودة. تمام، والعيوب، احنا ذكرنا العيوب وذكرنا الميزات، ولكن في النهاية الفائدة العظمى ان انا بستخدم يعني كل البرامج دي من اوفيس 365 بشكل مجاني تماما. وبكده احنا نكون يعني خلصنا شرح الحصول على النسخة المجانية. وكمان لو في بعض النقاط، يعني هي النقاط اللي انا في ذهني عايز اذكرها للناس، ان هو ازاي مثلا بعد كده يقدر يدخل على الصفحة دي. الصفحة دي زي ما ذكرت ان انت ممكن تحطها كفيفوريت عندك مثلا، او في المفضلة تثبتها، عشان لما تفتح المتصفح مجرد بضغط الزر واحدة هتفتح معك. تمام، او تقدر تعمل لها شورت كات على سطح المكتب، او ان انت ممكن يعني من خلال الستور او الاب ستور الخاص بنسخة الويندوز الموجودة عندك، ممكن برضو تقدر توصل للوحة التحكم الخاصة بك. والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، واتمنى يكون الفيديو مفيد للجميع. ولا تنسوا طبعا الاشتراك في القناة ودعم القناة باللايك والمشاركة، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.